السلام عليكم زملائي والأستاذ الثاني، شكرا جزيلا لوقتك. اليوم سأحكي عن موضوع الكوالي، فبوصف بوصف وصف في وصف 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 بسيط، كوالي هو موسيقي كلاسيكية روحانية من شبل قارة الهند الذي يودى بشعري. لكن لأنشر هذه الحضارة الرائعة الفريدة يجب أن أحكي عن خلفياته. فاليوم سأحكي عن فكرة السماء في نظريات التصوف، ثم عن نموذج الإسلام في الهند وفن الكوالي، وأخيرا عن الإبراط فيه لنا. فما هو السماء؟ كما نعرف مكانة الأدب والشعر كانت وما زالت عالية بين العرب، فزين وجمل الصوفيون أشاعر العرفاء والأولياء التي تتكلم عن حب الله ورسوله، وأيضا عن أحوال الروح في سيره إلى الله بنغمات التي تحيي وتطيب الأرواح. يعتقد الصوفيون أن عبر السماء يستطيعون أن يقربوا إلى ربهم، وهذا لأن الكلمات والنغمات يسموها وتذكرهم صوت خالق السماوات والأرض الذي الروح منه وإليه راجع. السماء تتكون من أنواع مختلفة تحسب أن ثقافة والتراث والعقيدة الطريقة التي تفعله، مثلا رقص مولوي هو مشهور في ثقافة إسلامية تركية، وعلاوة على ذلك الحضرة هو معروف من عادات التصوف من بلدان العرب. أما السماء والإسلام في الهند، وصل الإسلام في الهند قبل 1100، ويجب أن نفهم نشر الإسلام على يد الصوفيين كحضرة علي هجويري ومعين الدين تشتي ونظام الدين أولياء وبهاء الدين زكريا، وما زالوا يبجلوهم ومزارهم. إذن غمست هوية الإسلام في الهند في تحبب وتسامح. استخدموا أوليات الهند الشعري إرادة منهم لتفهيم العوام، لأن جمال الشعري من الممكن أن يملع صفحات ومضامين وخطب الفلسفات كلها في بيت واحد. البيت فيه بحر، الشطر فيه عالم، والنقطة فيها الكون. كتبت هذا بس قبل قليل، للأسف إذا عندي أخطاء في القواعد. الشعري شيء قوي، خاصة عندما مزج بالموسيقي فصار إلى الأقوى عادة. تبدأ قصة الكوالي بحضرة أمير خسرو، كان موسيقارا وعالما وصوفيا وشاعرا الذي عاش قبل 700 سنة في مدينة دلي، وكان من طريقة صوفية تشتية. ومزج أمير خسرو أنواع الموسيقية العربية والفارسية والتركية بالنوع الموسيقي الهندي، فأنجب هذا المزج أسلوب الكوالي، ويسمى بذلك لأن تبدأ مجالس السماع بحديث النبي وما من أقواله. أمير خسرو كان ماهرا وفصيحا في الكثير من اللغات، إذن يودع الكوالي بلغات مختلفة مثلا العربية والفارسية والهندي والأردو والبنجابي والبنغالي واللغات أخرى، وأيضا بمقامات الموسيقية مختلفة، وأحيانا
كلها في نفس الوقت. سبحان الله. اسمعوا للأشهر وأهم شعر من أمير خسرو في اللغة الهندية العريقة. اپنی چھب بنائی کے میں تو پی کے پاس گئی اور جب چھب دے کی پیو کی میں تو اپنی بھول گئی چاپ تلک سب چھین لی موں سے نینا ملا کے زینت وجہی وقصدت نحو الحبیب رأیت وجہو ونسیت جمالی اخذت کل شی منی حين لقيت عيوننا. كما تفهمون موضوع القوالي هو العشق وفقط عشق، عشق لله ورسوله والأولياء والأهل البيت، العشق بالسرور والحزن، بالفراق والوصول. ما جمال القوالي؟ أفكر هي أو هو أثبات أن ما عنده العشق أي حدود أو أي لغة أو أي يعني عناصر يعني ريس. فالعشق هو أقوى قوة في العالم في الكون. بدأ قوالي قبل 700 سنة، صعدت ثم سقطت كم ممالك ودول منذ ذلك الوقت، عاش كم ملوك ورئيس وجنرال وفلان وفلان، وكم ثروات وقصور لديهم. لا نتذكرهم، لكن نتذكر أمير خسرو والآخرين وننشد شعرهم. كتبوا عن الله والعشق والاشتياق. هذه إبرة أما يعيش في قلوب الناس إلى الأبد. وأخيرا أحكيت كثيرا عن فن القوالي، لكن إذا لا تشاهدون القوالي في الحقيقة فلن تفهموا. إذن أطلبكم أن تشاهدوا الفيديو الصغير عن القوالي. تمام. شكرا لكم.